انواع الستات في راس سنه ايه؟ اوكي. لا هو عامة هو يعني البنات كتير قوي انواعهم في راس السنة، بس اكتر واحدة بجد بتلفت انتباهي اللي هي بتبقى راس السنة بتبقى دايما شتا ماشي واحنا سقعانين، فهي كروب توب في الشارع عند ووتر واي مثلا. ده البادي اللي مبين البطن يا جماعة. فاللي هو ليه يستقبل السنة الجديدة ببرد؟ يعني ليه؟ ما عادي يعني. بص بص السنة الجديدة ببرد. ايه بص بص ما انا داخلة السنة الجديدة ببرد. انا لابسة جاكيت. ده اول امبارح لابسة لي كده. لا يعني هي بس ده شيء صعب اللي هو من الساعة 9 بقى احنا مستنيين راس السنة. العكس الساعة 9 لحد بقى ما نبدأ الكاونت. العكس بقى تماما، حد بيبقى قاعد في البيت نايم بقى خلاص من الساعة 9 عشان اصل برضه راس السنة ده يوم اثنين عادي فما فرقتش يعني لو خلاص يعني تمام جامد راس السنة جاي يوم اثنين. يوم اثنين فاحنا عندنا برضه مدارس وكليات واشغال فعادي ما فرقتش. في امتحانات دلوقتي كمان. راس السنة يوم الحد يوم اثنين ده يوم 1 يناير فاحنا نازلين عادي ما فيش مشكلة. ففي ناس بقى اللي هو شايفين اللي هو تمام يا جماعة انا انزل اعمل ايه يعني خلاص انا احتفل في البيت خلاص زي الفل زي تورته وشويه تسالي. وفي ناس بقى برضو ودي انا صراحه ايه بقى اللي هو ايه كل سنه وانت طيبه اثبتي يعني اثبتي ان هي اثبتي ان السنه دي هتبقى كويسه. عيد عليكي تقول اثبتي. انا اخر حاجه فاكره 2019 2019 2021 2022 2023 مش فاكره. انا مش فاكره بقى فين الاربع سنين دول راحوا فين بجد. احنا في 2024 يعني ايه يا فاطمه انت لما حد يقول لك سنه طيبه تقولي اثبتي؟ لا اثبتي ان هي السنه دي تبقى كويسه عشان انا مش قادره. اثبت لك زي ما انت اثبتي لنفسك. ما انا يعني انا حاولت اثبت السنه اللي فاتت. السنه دي بقى حد ياخد بايدي حد يساعدني. بس ايه النظره التشاؤميه دي؟ لا مش تشاؤميه والله، بس اللي هو ما بقتش اللي هو بقى اقول بقى ان شاء الله السنه دي كويسه. لا بصي بقى يا فاطمه انت بتبدلي معايا. بصي بقى احنا نبدل. بصي بقى السنه اتس اول اباوت ذا مايند سيت. تفكيرك كده كل واحد يظبط دماغه دلوقتي لان الافكار بتترجم لمشاعر وهي اللي بتحدد حياتنا وكل حاجه هتحصل لنا. طول ما انت كل سنه بتدخليها بالفكره دي طول ما هي مش هتبقى حلوه. تغيري بقى تعملي التوكيدات والافرميشنز بتاعتك. الجمله دي ما اسمعهاش منك تاني ولا من اي واحده. السنه دي اكيد هتبقى كويسه. هي دي الجمله اللي كلنا لازم نقولها. انا عايز ايد بصبص في دي. انت دلوقتي فين الامل في الله؟ انا ما بقولش ما يبقاش عندنا امل. بقول عادي ولا امل ولا مش امل، عادي ندخل سنه جديده ونبذل فيها مجهود طبيعي عادي جدا. لازم نعمل المجهود بتاعنا. بالظبط صح نعمل المجهود بتاعنا. انا عايز اسال سؤال بقى. بتاعك مكسر الدنيا ما شاء الله. صح صح عشان كده عايز اسالها سؤال. اتفضل يا شيف. الستات يا فاطمه لهم قاموس خاص لكل مناسبه. حقيقي فعلا ده؟ يعني مثلا هتلاقي خيميه رمضان دي بيتكم بننزل السلايم بنعلق الخيميه. في الكريسماس احنا هنلبس كريسماس عشان في حاجه هتدل على المناسبه عشان احنا فلافيش. احنا كلمات عايزين الكلمات مش الديكورات. الكلمات يعني ايه كلمات بمعنى ايه؟ اكل شيء بتاع رمضان اكل شيء بتاع كذا. لا دعاوي احنا بندعي طول الوقت انه ان شاء الله. يعني بيتعاملوا في راس السنه دي ان هي ليله القدر. انه احنا بندعي بقى ان شاء الله يا رب اكرمني يا رب حقق لي. ونبدا بقى اللي هو برده لو حد سنجل بقى شويه اللي هو نبدا اللي هو انا سنجل يا جماعه. فده بيبقى دي الفرصه الوحيده ان احنا نقول لا لا الموضوع ده بقى لازم نركز عليه. ايه الفرق بين السنجل اللي غير مرتبطين والمتجوزين في دخول السنه الجديده؟ بصي هقول لك. المرتبطين بيبداوا اللي هو بقى ينزلوا صور مع بعض وقد قنا عاما خطيرا جدا مع بعض وكده في حب في الموضوع. السنجل هي نايمه في البيت يا هي بتؤكد بقى على الموضوع ده ان هو انا سنجل واتمنى ان الموضوع ده ما يتكررش تاني السنه الجايه. أيوة.